السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الماسك ديال الكركم ولا الخرقوم، كنقولوا حنا الخرقوم في بالدارجة. المهم البنات، غادي نحضر معكم اليوم هذا الماسك. هذا صراحة هذا الماسك زوين بزاف، كيعطيني واحد التفتيح للبشرة وكي يعني كيبيض واحد البياض زوين بزاف بالنسبة للبنات اللي كيبغيو يبيضوا. مع دابا راكم عارفين الصيف يعني البحار وهذا، الانسان كي لابو ديالو كترجع شي شويه سمراء. المهم هذا الماسك هذا كيعطينا واحد البياض زوين بزاف للبشره ديالنا. انا هذا الماسك هذا كنديرو مره في السيمانه، يعني مره واحده في السيمانه، ما تكتروش منه، كندير مره واحده في السيمانه فقط. كنعوضو بشي ماسك اخر. هنا كيف ما كتشوفوا عندنا الكركم مطحون، هذا البنات الكركم يعني يابس وطحنته على اليد، يعني ماشي داك اللي كيتباع عند الحوانت اولا العطار اولا اللي كيكون ديجا مطحون. هذا خديته عواد وطحنته على اليد. عندي هنا واحد ياغورت طبيعي غادي نحتاج، المهم غادي نشوف شحال غادي نحتاج في هاد الوصفه، يعني خصو يكون بحال على شكل عجين. المهم انا غتشوفوا معايا كيفاش غادي يكون. هنا عندي الماء ديال الورد، سواء يعني ضروري يكون في الوصفه. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحساسيه من الورد، ما ديروش الماء ورد. يمكن لكم تديروا معاه حتى واحد جوج نقيطات ديال الحامض، ولكن انا ما درتش الحامض حيت البشره ديالي حساسه من الحامض، غير كندير الحامض كيحمر لي الوجه. المهم غادي نبداو ان شاء الله نصايبو في الوصفه. غادي نبداو البنات نحضروا في الوصفه. هنا غادي ناخذ واحد معلقه ديال الخرقوم على حسب الوجه ديالكم، الا كنتو غادي ديروا يعني اكثر من شخص ديروا يعني ديروا داكشي اللي غيكفاكم. هنا غندير انا غير ليا، انا غندير واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم. كيف ما كتشوفوا فاش كيكون الخرقوم مطحون على اليد كيكون يعني شي شويه، ما كيكونش على شكل بودره. فاش كتشريوه من الحانوت اولا داك كتلقاوه على شكل بودره، هذاك ما زوينش الصراحه، ما كيعجبنيش. هذا زوين كيكون مطحون على اليد كيكون زوين. هنا غادي نديرو واحد معلقه، كنجربو نشوفو واش غادي يتجمع، معلقه ديال ياغورت طبيعي. ممكن تجمعو غير بهذا بالماء ورد. انا كنستعمل ياغورت طبيعي باش كيعطيني داك الشكل ديال بحال البوماد، كيعطيني شكل زوين ديال الماسك. صافي غادي نجمع المره كفات من داك الملعقه ديال ياغورت. ممكن تجمعو حتى بالحليب، انا عندي صراحه حساسيه من الحليب ومن الحامض، ما كنستعملهمش في لي ماسك. غادي ندير هنا واحد 3 برشات ديال الماء ورد هكا، غير 3 برشات بركه. صافي غادي نخلط مزيان. صافي وغادي ندوزو باش نطبقوه على الوجه. بالنسبه لي انا غنطبقو على يديا. بالنسبه للوجه خصو يكون مغسول مزيان، تغسلوه مزيان وتغسلوه بالماء دافي. ضروري تغسل بالماء دافي باش كتفتح لينا المسام ديال كما قلت لكم المسام خصو يكون مفتوح ديال البشره باش هاد الماسك هذا كيدخل وكتغطى لنا البشره به مزيان. صافي هنا غادي ندوز باش نطبقو. انا غادي نطبقو على اليد ديالي بهذه الطريقه. ديروا واحد الطبقه تكون غليظه، هذا الشكل. هذا الماسك هذا ممكن ديروا حتى للسنان، يعني صالح حتى للسنان ديالكم، كيعطيهم واحد البياض زوين بزاف. الا كنتوا غتستعملوه للسنان ديروا معاه واحد جوج نقطات ديال الحامض، كيعطي واحد البياض زوين بزاف للسنان. جربوه وردوا عليا البنات. المهم كنديروا له على هذا الشكل، هذا كنديروا هكا في الوجه ديالنا. صافي
صافي وكنخليه واحد 15 دقيقه ينشف، حتى كنحسو به ينشف صافي. وكنغسلوه مع البنات. انا غادي نخليه ينشف واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ونرجع معكم. المهم البنات من بعد ما كينشف لينا الماسك كنمشيو باش نغسلوه. كنغسلوه بالماء يكون بارد، ضروري الماء بارد باش المسام كيتسدو وما كيبقاش محلولين باش ما تدخلش لينا البكتيريا. المهم غادي نمشي دابا باش نغسلو بالماء بارد ونرجع معكم. هنا البنات من بعد ما كنغسلو اليد ديالنا كيف ما كتشوفوا غسلتها بالماء بارد. بالنسبه لهذا فاش كتغسلوه كيبقى لكم الصفوريه، كيبقى لكم الصفوريه ديال داك الخرقوم، حيت الخرقوم ضروري كيخلي الصفوريه. انا استعملت هذه الصابونه هذه ديال ارغان، صراحه زوينه بزاف، كتحيد الصفوريه من الوجه نهائيا، ما كيبقاش كاع الصفوريه. هذه صابونه ديال ارغان، ممكن تستعملوا اي صابون عندكم ولكن هذه زوينه ما كتخليش الصفوريه. صافي البنات مسحت مزيان، كنشف مزيان الوجه ديالي، ومن بعد كنستعمل هذا الكريم. هذا ضروري انكم تستعملوا من بعد الماسك، ضيفوا ضروري للكريم باش البشره كترطب وكتعطينا واحد ترطيب زوين للوجه. صافي هنا كنكونوا سالينا العنايه بالبشره كيف ما كيقولوا. صافي كيف ما كتشوفوا بياض كيبان من اول استعمال، شوفوا الفرق، يعني ماسك غزال غزال بزاف، كنتمنى تجربوه. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديال الخرقوم، نتمنى انكم ديروا لايك للفيديو واشتراك في القناه باش دائما ان شاء الله نحضر معكم وصفات طبيعيه للبشره. ان شاء الله نتلقى معكم فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي يكون عباره عن، يعني غادي نحضر معكم واحد المقشر، ضروري نقدم معكم واحد المقشر زوين بزاف للوجه، كيقشر الوجه بواحد الطريقه عجيبه. غادي نديرو معكم باش تجربوه، زوين زوين بزاف، ضروري غادي نشاركو معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحضرو معكم. المهم البنات ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.